مرحبا، اسمي خالد عبد الهادي. اسمي ستاف. انا اسمي الي. انا اسمي داليا. اسمي حمد سنو، بعمل موسيقى، بغني بفرقه اسمها مشروع ليلى بلبنان، وانا كوير. انا بعرف عن حالي كرجل مثلي. توجهي الجنسي في المطلق ما حبش اصنف نفسي، بس انا مثليه. I'm a brother, I'm a son, I'm a grandson, I'm an actor, and I'm gay. لما كنت كتير صغير، عمر 5 سنوات، كنت أعرف أنه في الموضوع بالنسبة لي مختلف شوي. بتذكر كتير منيح اللحظة على هالوين، فكانت أول مرة أنا كنت بلبس تنورة أختي وبتحط لي مام ميك اب على وجهي شوي ناعم. بعدها لهلأ بس أطلع بالصور بتذكر هيداك النهار قديش أنا كنت مبسوطة فيه وقدي كانت مرتاحة. طلعت على الانترنت وصرت فتش وفتش 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 وجيت جروب فيه كمية يعني من البنات موجودين وسودانيات، فكتبت انتوا وين يا جماعة؟ لا أنا ما براي في العالم، في ناس كتير شبهي، وكنت سعيدة جدا. أعتقد إنه اليوم ذاك أنا ما نمت من السعادة. أنا بجي من عائلة شوي كونزرفاتيف، مش شوي كتير. فكان في هيك الدين كتير موجود بحياتنا. أول فكرة فكرت فيها أنه الله شو رح يقول؟ هي رحلة. معتقداتي كانت تتعارض كلياً مع كياني، مع كوني شخص مثلي أو بيميل للإناث. كأنه مسخ، في شيء كلياً غلط بفكرة وجودي، حتى بفكرة إنه وهيك أنت. كانوا كتير ناس يتمسخروا علي، كتير ناس يضربوني. كنت حس حالي لحالي. كنت لما بمشي بالشارع كانت كل الناس بتضحك علي، بتصير تنادي علي بأصوات عالية إنه يا زلمة يا اللي مسترجلة. لا تسوي هيك لأنه هذا سلوك النسوان، عيب الرجال يسوي هيك. تعرضت لعنف جسدي أنا ومجموعة من الأصدقاء، كان يعني أغلبنا كان شكله مختلف أو باين عليه وإنه هو من مجتمع الميم. تو دوني الراقي دي فوا كان يضربني إسما في مال سما في تخمال ويقولها أخرجي أنزيغيك إلي أين فاهمة الانتغير لازم يخرجها، يقعد يضرب منها حتى الصباح، نقعد أنا حجمها حتى تبدل. كنت في الأول مضاربة مع راسي، ما حملاش راسي، كان حاول أن نبدل راسي. فهو في الحقيقة أنا ما اختاريتش، أنا ما قدرش نبدل. ما كنت أفهم بوقتها أنه هيدا شيء مش غلط فيه، أنه هيدا شيء غلط بالناس اللي حوالي. مرات في ناس بتقول أنه بتاخد كتير شجاعة هيدا الشغلة، بس هي أكثر بتاخد، حسيت أنا بتاخد أكثر أنه جلد. يعني معظم الناس ما يعرفوا حتى شو كلمة مثلية الجنس معناتها، يعني فبيقولون أشي مثل لوطي أو مو طبيعي أو هيك، وأنت شغلتك بس أنه بكل هدوء وبتوازن تشرح لهم الموضوع. You know؟ إذا فهموا وتفتح مخهم خلاص، إذا ما صار تمشي عنهم. بعتقد لما يصيروا يقولوا أنه صار جلد تخين، أكثر ما سمعت أشياء وأكثر ما قطعت بأشياء بحياتي، يعني خلص صار مثل نقطة المي بتجي علي وبتنزل. ما كنتش كنظن بلي غادي نقدر يجي واحد النهار وتكون عندي القدرة والقوة باش زعما نجاهر المجتمع ونقول ليه أنا مثلي وبغيتي ولا ما بغيتيش. فوقتها أخذت راحتي شوي، وبعد فترة حكيت لواحد من أعز أصدقائي بالمدرسة، كان قلت له أنا مثلي، قال لي مستحيل ما بصدقك. بعدين بعد فترة يقول لي بصراحة أنا بحبك زي ما أنت، ما بيهمني إيش أنت. قلت له أوكي تمام. أبويا اللي كان ضدي في كل حاجة، يتحول من جانب الكراهية لجانب التقبل والتسامح، وإنه يقبلني كبنت ويحبني حب غير مشروط، ده بالنسبة لي كان معجزة. وحسيت كأنه حدا شيل عبء هيقل عني، حتى بس بيني وبين نفسي اني اقدر اتقبل هيدا الشيء. ساعدني ما بعرف اتقبل كل شيء، اتقبل حياتي، اتقبل
أتقبل إن شخص بيستاهل السعادة وبيستاهل الحب وبيستاهل الوجود وبيستاهل الحقوق. أنا بدت أنتحر للحظة أني هسه أهلي يعرفون نوعا ما ويحبوني يتقبلوني. فالتغيير يحتاج لوقت، مو بسهولة يجي، بس أصبر. وأنت مو بوحدك، إحنا وياك، ورح تكتشف هواية ناس مغايرين ومثليين ومزدوجين ميول حيكونون وياك، ما رح تكون بعدك. شو بدي أقول للبنات اللزبيينز أو كوير أو بايسكشوال أو شو ما تحس أو بينجذبوا للبنات؟ أول شي بدي أبعث لكم قلب. وإنه إذا هن مش عاجبون أنت شو؟ هن الغلط. أنت مثلي، هذا ماشي مرض، أنت ماشي ضد الدين، أنت ماشي ضد الإسلام، أنت ماشي ضد التقاليد، أنت ماشي ضد الدولة أو ضد العائلة ديالك. في الطريق متاع التعرف إلى الذات ولا إلى تقبل الذات، الوقت اللي تعطيه الراحة يخليك تشوف قديش أنت محلك. أنا إنسان مثلي مثلكم، وعندي حقوقي وراح أدافع على حقوقي. صعب هذا الشيء، خاصة لما نكون بعدنا صغار بالعمر، وبيضلوا صعب، بس بيصير أسهل.